وباقي ساعات بإذن الله على مغادرتي وعودتي إلى أرض الوطن وتسلم زميلي الجديد سعادة السفير خالد راضي لمهام منصبه الجديد في السلطنة. أهدي كل تحياتي وتقديري وحبي لكل من قابلته في خلال السنوات الماضية في سلطنة عمان من إخوتي وأهلي العمانيين وأبنائي المصريين، وأنقل إليهم خالص تقديري وخالص إعزازي وخالص حبي للفترة التي قضيتها بينهم. أعود إلى القاهرة وأحمل في قلبي جزءا كبيرا لسلطنة عمان الحبيبة التي احتضنتني ورعتني وساعدتني في رعاية شؤون بلدي ورعاية شؤون جاليتي في خلال الفترة الماضية، وأعدهم بأنني سأظل سفيرا لعمان في كل مكان أذهب إليه، البلد التي أحببتها والتي أحملها في قلبي كما قلت وكما ذكرت، والتي سأظل دائما محبا ووفيا لها، وسأعود إليها أنا وأسرتي في مناسبات قادمة زائرا بصفة شخصية في العديد من المناسبات بإذن الله. أشكر كل من قدم إلي هذه المساعدة وكل من احتواني وأعانني على أداء مهمتي في سلطنة عمان على جميع المستويات الرسمية والشعبية والإنسانية. وأوصي أبنائي وبناتي أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان بحفظ الجميل وبحفظ الود مع إخوتهم أبناء سلطنة عمان الذين يكنون لنا كل حب وكل تقدير وكل ود، وليس أكثر من أن نبادلهم نفس الإحساس ونفس التقدير، ونحافظ على علاقاتنا المتميزة التي ترجع إلى آلاف السنين في التاريخ، والتي في الفترة القادمة ستشهد نموا وتطورا وازدهارا ملحوظا بإذن الله أستطيع أن أراه كسفير لجمهورية مصر العربية وأنا أنهي فقرتي هنا. أترك لكم جزءا من قلبي وجزءا من عمري أعتز به قضيته بينكم جميعا، وأتطلع إلى أن أطمئن عليكم دائما وأن أعود إلى هذه الأرض المباركة وأن ألتقي بأحبابي وإخوتي من العمانيين ومن أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان على كل خير بإذن الله. أراكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.